توزيع تقدم. خطوة ممكن ياخدها الإنسان في حياته الجواز. اللي انت عملته ده إهانة ليا، أنا مش لعبة تغيظوا بعض بيها. صراحة أنا موافق أسافر معاكي،
وجاهز من بكره لو حبيتي. لو اديت الفلوس لرحيم عشان يطلعها لك بره البلد ممكن ينصب عليك؟ انت فاكر ان الفلوس اللي خرجت بيها من البلد في ليله اياها اتنست؟ فلوس يا باشا. اليوم ده هو نفس اليوم اللي اترمى فيه للدكتوره داليا الموبايل. انت لو فاكره يا ماما ان اللي دبسك في القضيه دي مش ناوي على شر تبقي عبيطه. المره دي بقى لازم تسمعي كلامي. كلام ايه؟ الواد ده اسمه ماجد محسن، شغال فرد امن في مصنع عماد بيه. يا ابني ما هو انت لازم تسمع كلامي. اللي ما بيسمعش كلامي هيتسوح. يا حبيبي انا قلبي عليك. اسمع انت بس كلامي وهي هتقضى. قشطه؟ ماشي. يلا. سلام. ايه ده؟ تركب ولا تشعب؟ نعم. ايه؟ مش محتاج توصيلة؟ ايه ده؟ رحيم السيوفي؟ الله، وانت تعرفني؟ ده انا بحبك جدا، ده انت مكسر الدنيا. انا فانز ليك على فكرة، انت ومو صلاح. ده انت طلعت حكاية باين عليك. اركب اركب. فين؟ هنا اهو؟ اه. دي عربيتك؟ اه. ما شاء الله. حلوة؟ حلو قوي. طب اركب. اركب. مركبش ليه؟ ده انا بحبك جدا. ايه ده يا عظمته ده؟ هو ده الخط؟ طب المطوه دي جبتها ليه طيب؟ كنت كلمته في التليفون انسى على عظمته. عماد هو اللي بعتك بالموبايل لداليا في الاسم؟ احبك جدا على فكره. وانت كمان تتحب الصراحه. حبيبي. بس عايز اقول لك على معلومه. اعرف ان انا مادام وصلت لك تبقى قيامتك قامت، فاتكلم احسن لك. طب ما تقوم قيامتي. هو انت متصور ان انا خايف منك؟ ميجو الوحش ما بيخافش، معروفه. ممكن تقول عليا مجنون اهبل؟ ازاي مش خايف من رحيم السيوفي؟ بس انا كده، اصل انا رضعت الخوف ده من صدر امي من زمان، من ايام ما كنت بيبي. فزي ما تقول كده اتعودت عليه وجدتي نحست وما بقاش يفرق معايا. وبعدين انا هخاف منك ليه؟ هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ اضرب. انا بحب الضرب جدا على فكره، جدا. ده انا امي وانا صغير هانتني ضرب. امال انا وصلت كده ازاي؟ هتعمل لي ايه تاني؟ هتقتلني؟ يا ريت تبقى وفرت عليا تعب سنين جايه. وفرت عليا تعب سنين جايه، ده انا بقول شعر. الله عليك يا ميجو يا مشعره. بس عشان اريحك واثبت لك في نفس الوقت ان انا لا خايف منك ولا خايف من عماد. عماد هو اللي قال لي اعمل كده. وخلاك تعمل ايه تاني؟ وهو عمل كده ليه؟ وخلاك انت تعمل كده ليه؟ انا اعمل كده ليه؟ عشان خاطر الفلوس. كنت عاوز اسلك منه كمباكو كده ادلع بيهم نفسي واتشبرق بيهم. وبعدين كنت عاوز اسطر اختي في الحلال بدل ما تمشي شمال. ولا طب انت يرضيك؟ انما هو ليه يعمل كده؟ انا ماليش ان انا اساله يا باشا، ماليش. انا بربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. هو يقول لي اعمل وانا انفذ على طول. بقول لك ايه يا ميجو؟ كلمها في التليفون هددها. ميجو يتكلم في التليفون. اشتري بودره يا ميجو علشان نحطها لها في مكتبها ونلبسها قضيه. ميجو يشتري على طول. اقتل يا ميجو. ميجو يقتل لميا. لا، القتل ماليش فيه، دي صرفه عماد. لكن انت بقى عاوزني اروح اساله واقول له انت ليه بتعمل كده في الست اللي انت حاطط عينك عليها وعاوز تتجوزها؟ ده جنان اصلا. انا مالي بقى يا راجل؟ تسجن واحده وتعيشها في رعب وفي الاخر تقول انا مالي؟ وايه يعني لما تترعب لها يومين؟ ما هي طول عمرها عايشه في العز، لا عمرها اكلت من الزباله ولا نامت في الطل عريانه في عز البرد.
وبعدين اللي زي الدكتورة دي ما بيتحبسوش كتير، بيخرجوا على طول، مش زينا. احنا لما بنتحبس بنلبس. بس مش عشان خارجين، لا، عشان داخلين. حتى انت يا رحيم بيه، حتى انت كمان مش زينا. لو كنت في يوم قرصك الجوع قوي كنت هتبقى على استعداد انك تعمل اي حاجة، اي حاجة عشان تنفخ بطنك والسلام. يمكن تحس بالشبع. يبقى ما تعرفنيش يا ميجو، انا كل اللي انا فيه ده كان سبب قرصة جوع. بس الفرق اللي بيني وبينك ان انا مفيش طوق ملفوف حوالين رقبتي. والنبي ما تحسسنيش انك بتتكلم مع كريم ابن اختك. مفيش مخلوق اتخلق على وجه الارض دي مفيش طوق حوالين رقبته. بس في ناس بتختاره بمزاجها، وناس بيتلف لها غصب عنها. كلامك حلو يا ميجو. الله، مش كلامي لازم يبقى حلو؟ بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حته تانية. يلا يلا نركب العربيه الجميله اللي انت بتحبها. اه ماشي، يلا. يا دودو، ايه ده، احنا هننام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة. يعني هو بدري جدا على فكرة. داليا، هو احنا هنفضل كده؟ مش فاهمة قصدك ايه يعني؟ لا انت فاهم. هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ؟ داليا، أنا بحبك، بحبك، وكل أملي من الدنيا إنك تحبيني خمس الحب اللي بحبه لك. أحبك كفاية عليا أوي، وكتير كمان. كل اللي عايزه إنه أشوف في عينك لمعة حب، أسمع منك كلمة بحبك. مكالمة في الوقت ده محظوظ زي ما. أي مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس، أنا نازل وهتصرف أنا. يلا رحيم. هنا داليا، مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا، فاهمة؟ في ايه؟ انا قلت ما يصحش اجيلك بيتك متأخر كده ويدي فاضية. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. اسف، ميجو. انت بتقول ايه؟ ومين ده؟ انت مين يا ابني؟ انا مين ايه يا عماد بيه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ميجو، ده احنا دافنينه سوا. بص الصراحة انا لبستك، انا اسف. الشهادة لله، هو بيحبك قوي. هو في الأول قاعد يلف ويدور ويقول شعر، مش كده يا ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضلي. عماد، في إيه؟ اطلعي فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا مالهاش دعوة بيه. مين الراجل ده؟ وعايز إيه؟ ما تتكلم يا ماجد. قول لمدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت اعرفكم ببعض. الاستاذ ماجد محسن، شغال في مصنع الاستاذ عماد، مسجل سرقه بالاكراه وبلطجي وديلر على قده. ولما سالته انت اللي قتلت لميا؟ قال لي لا، قال لي ان الاستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لميا. أنا مش فاهمة حاجة،
انت تقصد ان هو اللي داليا انت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي انت وهو انا هقتلكم. عماد انت اتجننت ليه؟ اجي نام في كده مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي ده حتى القانون في صفي. ايوه بس انا عايز افهم انت كنت بتعمل ايه في القسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ اه يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف اقطع لكم الرقبه البيضة الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم عشان هي معروفه معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا في بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه انت كنت بتتصل بيا انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه مش كده يا عمده بيه؟ ها؟ عمده بيه يقول لي اتكلم ميجو يتكلم اشتري بودره ميجو يشتري ها؟ من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها يلا بقى. طب اهدى اهدى يا ماجد اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف عارف يا رحيم بيه عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي الكام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يا عماد هو اللي حط لي محضرات يا دنيا مش وقته انا بحكي لك كل حاجه بعدين هتقلق المصعد. ماجد 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 افهمني افهمني دلوقتي سبب مشاكلنا انا وانت رحيم يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه بس ماشي يا قلبي بيها الدنيا ما لقيتش حد اقدر اكلمه غيرك انت. وانا عملت باصلي وجيت لك يا سيد. اتفضل. ايه؟ ماشي على طول كده؟ خسرت كل حاجه يا رحاب. كل حاجه. حتى جهاد. الواطي لما عرفت باللي حصل لي لقيت اخوها الواطي بيكلمني وبيقول لي انها سابت الشقه وعايزه تتطلق. شكلك زعلان عليها قوي. انت اللي عملت في نفسك كده يا سيد. رخصت نفسك مع اللي يسوى واللي ما يسواش، مع اني حاولت اعمل منك حاجه. بس انت صممت تكون ولا حاجه. حقك. حقك تبكيتي فيا زي ما انت عايزه. بس عايزك تعرفي انا اتجوزت بسببك، اه. كنت عايزه اغيظك واغيظ اهلك وخلاص. وانت فاهمه يا رحاب. أنا لولا كده عمري ما أفكر أتجوز عليكي أبدا. بتغيظني؟ بتغيظني أنا؟ بعد كل اللي استحملته منك السنين اللي فاتت دي بتغيظني أنا يا سيد؟ على فكرة بقى أنت اللي تعب نفسك بتجري ورا حاجات عمرك ما هتوصل لها. قول لي وصلت لإيه في الآخر؟ قول لي. مش عايز حاجة دلوقتي غير إن أنا أولع في عماد ورحمة أمي ما أنا سايبه. في الأول رحيم ودلوقتي عماد هو في إيه؟ أنت إيه ما بتزهقش؟ حابب طول عمرك تعيش في حرب مع البشر؟ طب لحد امتى يا سيد؟ لحد امتى ويا ريتك بتكسب؟ على طول خسران. عارف بقى؟ لولا ان انا باقي على العشره وانك ابو عيالي ووقفتك معايا زمان كنت خسرتني انا كمان يا سيد. لا انت الخساره اللي معرفش اعوضها يا رحاب.
يا سلام، بتقول كده بعد كل اللي عملته معايا يا سيد؟ حقك عليا. طب بص بقى يا سيد، لو انت بجد مش عايز تخسرني كفايه قوي لحد كده، ارجع بقى لبيتك وعيالك، وده اخر كلام عندي على فكره. حاضر حاضر يا حاج، خلاص بقى. فلت منها ابن الايه؟ عمل ايه؟ هو اللي بلغ البوليس بنفسه وقال في النيابه ان الواد دخل عليه بغرض السرقه والقتل. قال ايه؟ عشان كان عاوز يطرده من المصنع. وما قالش عني حاجه؟ ولا كلمه. وطبعا شهاده كل اللي موجودين في الفيلا اكدت كل كلمه قالها، ان الواد ماجد كان لوحده جوه الفيلا. بس ده كان كده ممكن يلبسك قضيه. واللي انا مستغرب له ان كاميرات المراقبه اللي موجوده جوه الفيلا اكيد صورتك وانت داخل بالواد. وطبعا قال لهم ان الكاميرات ما صورتش حاجه. بس انا عاوز افهم هو عمل كده ليه؟ عشان هو عايزني ابقى بره، مش عايزني ادخل السجن. ليه؟ اكيد بيحضر لي حاجه. ربنا يستر. اتفضل. ايه ده؟ ده ملف في كل حاجة عن حسن رشوان، من أول ما اتولد لحد نوع الأكل اللي بيدخله له جوه السجن. علشان كده أنت أحسن محامي في مصر. أمال. أنا مش مصدقة نفسي. مش مصدقة البجاحة اللي أنت فيها دي. جاي تقول إيه بعد ما سمعت كل حاجة بوداني؟ جاي طالب السماح. والله عايز اسامحك على ايه؟ على انك كنت هتدخلني السجن، ولا انك لفقت لي قضيه مخدرات وكنت هتقضي على مستقبلي كله؟ لا انا هسامحك علشان كنت بتتجسس لي على جلساتي مع سمر. انت مصدق نفسك؟ انا عملت كل ده علشان بحبك. انا مش مصدقك، انت بجد مجنون. مجنون. مش محتاج اقولك طبعا انا مجنون بمين. مجنون بيكي، اظن ده واضح في كل كلمه وكل نظره مني ليكي. انا بس بشوف الحاجات غير ما الناس بتشوفها، عيني اوسع فبشوف الصوره كامله. يعني مثلا يوم خروج رحيم من السجن شفت انك رجعتيه، شفتها اول ما سمعت الخبر، شفتها أول أنت ما عرفتي، شفتها في عينك. عشان كده قلت لازم أتصرف، لازم ألحق الإنسانة الوحيدة الوحيدة في الدنيا دي اللي ما أقدرش أعيش من غيرها. تقوم ملفاء لقضية مخدرات. عندك حق، أنا زودتها المرة دي، بس أنا عملت كل ده علشان بحبك. من كتر حب ليكي عايزك تبقى ليا أنا، مش لرحيم، مش لأي حد، ليا أنا بس. كان نفسي أشوف نفسي في عينيكي، فارس الأحلام اللي بيحقق لك كل حاجة. بص لها كده من الناحية دي هتلاقي رومانسية خالص. أنت 100% مجنون. أنت سامع نفسك بتقول إيه؟ انت عايز تجنني؟ داليا، اعمل ايه علشان تحبيني؟ حتى في عز ما زفت رحيم كان في السجن كنت دايما بحس انك معاه هو مش معايا انا. داليا انتي عمرك ما هتحسي بعذاب بني ادم بيحب حد هو ما بيحبهوش. وانا مش بس بحبك، انا بعشقك. كنت دايما اقول لنفسي اصبر يا عمده، اصبر، هتحبك،
أكيد هتحبك في يوم من الأيام. أصبر. عماد، أنا النهاردة كنت عند المحامي ورفعت قضية خلع. لا، ما أنا مش هسمح لك ترجع الرحيم تاني أبدا. ما أنا مش هرجع له. أنا مش لا أشوف وشك ولا أشوف وشه. أنا مش بتاعت حد. طيب، إيه رأيك تدينا فرصة نكمل حاجة؟ عماد، الكلام خلص. أنا مش عايزة أشوف وشك تاني. داليا، بس أنا مش هقدر أبطل أحبك. تبقى دي مشكلتك. تبقى ما فهمتنيش يا داليا. تبقى ما فهمتنيش. علشان كده هتبقى مشكلتك أنت. نفسي هفتني على كوباية شاي ميري، قلت لك اشربها معاك. ايه اللي جابك يا رحيم؟ اقول لك واحنا بنشرب الشاي، انت خلصت قصات الشقة دي ولا لسه؟ لو جاي عشان تعطل وقتي، باب الشقة لسه مفتوح، اطلع بره. تفهمنيش غلط، علشان افهمك صح. وعارف انك انت طول عمرك عدل ومالكش في الشمال. عايز يا رحيم؟ سبت الملف بتاعي ليه؟ وانت عرفت منين؟ داليا لما جات لك انت بنفسك قلت لها انك سبت الملف. معلومه زي دي ما تخرجش من عندك بالسهوله دي الا لو كان غرضك انها توصلني، مش كده برضه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ برضه ما جاوبتش على سؤالي. اسال حبايبك في الوزاره. للاسف كل حبايبي اللي في الوزاره لسه ما خرجوش من السجون. حلو، انت بقى خرجت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما اعرفش. مش على الكلام ده رحيم. صدقني انا جاي لك عشان افهم. انا اصلا مش فاهم حاجه. حلو، ما تجيب اللي عندك وانا احط اللي عندي ونفهم سوا. ما ينفعش. مش انا اللي احط ايده في ايد واحد زيك. يا احمد باشا افهمني. العقل بيقول ان انا وانت عمرنا ما نكون في صف واحد. واللي بيحصل من يوم خروجي من السجن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ملوش دعوه لا بعقل ولا بمنطق. علشان كده تعالى نقعد ونتكلم وتقول اللي عندك واقول اللي عندي، يمكن نفهم. ولما نفهم ارجعك السجن تاني. اهو مثلا. ايه؟ مش هنشرب الشاي بقى؟ عيني. انا عارفه ان هو زمانه شايط دلوقتي، بس انت لازم تهديه. فاهمه ان ده صعب، بس شغل شغل. اوكي، يلا هكلمك تاني. باي باي. مشاكل في الشغل؟ العادي. بقول لك ايه؟ انت كنت قايله ان انت بتأسسي مكتب لشركه اتصالات جديده في مصر. والشركه دي انا لما سألت عليها لقيتها قفلت. وانت عمرك ما كنت شغاله فيها. ده انت مذاكر قوي. اه، ما هو لازم اذاكر البلد اللي انا رايح فيها. معلوماتك صح؟ بص يا سيدي، انا عندي مكتب استشاري للهيومن ريسورسز. يعني ايه؟ يعني اي شركه عايزه تأسس او تفتح فرع جديد لشركتها، تمام، بتخاطب المكتب بتاعي، بيعمل لها هيكل اداري وبيعين لها الخبراء اللي هي عايزاهم في المجال اللي هي طالباه. والشركه اللي انا كنت شغاله فيها في المانيا بتعيد فتح فرعها هنا في مصر. بس هي دي كل الحكايه. فهمت؟ فهمت. ما قلتيش صحيح، عملت ايه في السفاره؟ الفيزا طلعت. وتأكد. مبروك. معنى كده ان احنا في خلال يومين ثلاثه بالكتير قوي هنبقى في المانيا ان شاء الله. كويس. هو ايه ده اللي كويس؟ انا قلت انت هتبقى طاير من الفرح ومبسوط اكتر من كده. انا مبسوط اهو. رحت فين؟ لا، ده انا لسه هروح. هتروح فين؟ هودع الناس اللي بحبهم.
كل اللي انت بتقوله ده يودي لسكه واحده، اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. انت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجه عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هجيلك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضيه. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك. ما كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب. عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده. وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خدت الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع الثلاث محاسبين اللي كانوا شغالين معايا، وطلع في الاخر معاهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده عشان تداري على موضوع السرقه. هقتل ثلاثه وانا جوه السجن؟ على الاقل كنت حميت اهلي وفلوسي بدل السرقه اللي حصلت فيهم. انا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، امانه تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمه من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك القدامى، ده حد وقعت المعلومه قدامه وعايز ياخد الفلوس لنفسه. والحد ده من عندكم؟ خدني على قد عقلي يا احمد بيه. واحد بيقول انه انتحر، والتاني خبطته عربيه، والتالت اختفى، وبعد ما اختفى لقوا في ايميلاته رسائل تهديد وورقه من الورق اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في ايده يحول جريمه قتل لحادثه انتحار؟ ومين كمان اللي في ايده يقبض عليا ويسجني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحه على البحر؟ يوم ما اخرج تيجي لي رسائل تهديد على موبايلي كانها كانت خطه مرسومه من قبل ما اخرج. وانت جاي لنا بقى عشان ادورك على الحد ده عندنا؟ انت ايه رايك؟ رايي انك جاي لي عشان تلهيني وانزل من على دماغك بعد كبسه السلاح. طول ما انت شايفني وحش كده يا احمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام. عايزني اشوفك ازاي يا رحيم؟ انت راجل حرامي، سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا انا كنت بنفذ طلبات اصحاب البلد. اصحاب البلد دول مين؟ اصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الاخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين من ايه؟ نزلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. يا باشا حوار غسيل الاموال ده موجود في العالم كله. عندك امريكا مثلا يوم ما احتلت العراق لقيت نفسها قدام فلوس متلتله وذهب وبترول، فحبت بقى انها تدخل الثروه دي جوه اقتصادها. بس ما ينفعش انها تاخد الحاجه دي وتحطها عندها كده على طول من غير لائحه ولا دستور. لازم الكلام ده يتم بشكل رسمي. أم عملت إيه؟ قالت لك أعمل إعمار العراق وأنشر الديمقراطية فيها. فجابت مستثمرين ورجال أعمال، والناس دي جابت مستشارين، والمستشارين دول جابوا خبراء شكلوا لجان، واللجان دي جابت خبراء، ومن هنا الفلوس اتغسلت والكل اتحين. ومعلومة يا باشا، لما تلاقي شغلانة كتروا فيها المستشارين والخبراء اعرف على طول إن فيها غسيل أموال. الفرق بيني وبين امريكا ايه بقى؟ ان انا ما كنتش بشتغل رسمي عشان كده دخلت السجن. الله، وهتدخل السجن بس اصبر. واضح يا معالي الباشا انك انت بتكرهني. بيقولوا ان المشاعر لما بتخش جوه الشغل بتبوظه، وخصوصا شغلنا. شغلنا؟ شغلنا. ما انا وانت بنشتغل في نفس السوق. احنا بنكمل بعض يا باشا. انت من غيري مش هتلاقي شغل، وانا من غيرك هشتغل احسن الصراحة. ما
موضوع ماجد ده خلصان، مفيش فيه اي مشكله. المشكله دلوقتي في رحيم، تقريبا كده عرف كل حاجه. من الاخر انا زهقت من الموضوع ده وعايزه يخلص خالص نهائي. ما انا هذا اهو. اوكي سلام سلام.